طيب بسم الله. ده بريفنج، زي بريفنج كده، الاسايمنت 2، عشان يعني الناس تعرف بس احنا المفروض نعمل ايه في الاسايمنت 2 عشان ما يتوهوش. اوكي، اول حاجه الاسايمنت ده از جروب اسايمنت، تمام؟ والجروب اسايمنت شود بي ذا سيم از ذا كورس بروجكت جروب. حلو. طيب make sure you installed ROS, we configured your workspace, تمام. get catbot ROS from SPC418 GitHub repository, تمام. مش ال repository دي، again خدوا بالكم، بس هي مش ال repository دي، لا ال repository الجديدة اللي احنا عملناها للكورس اللي هي دي، okay، اللي هي github.com/SPC418-ZC /SPC418-full-2016. okay، طيب دي اللي احنا هنعملها cloning، مش ال repository التاني. Very well. طيب بعد كده الحمد لله. anything handed in after the due date will be penalized by 50%. يعني make sure ان انتوا تهندل ال assignment on time. Okay. deadline يوم الخميس، تمام، 10 نوفمبر 2016، 12 بالليل. make sure you hand the assignment before that deadline. Okay. عشان يعني ما فيش whatever. اوكي، طيب عن هاند ان ايه، اوكي، شورت اسايمنت ريبورت، تمام. الريبورت ده فيه ايه؟ ريبورتنج يور اوبزرفيشنز، تمام، اند سكرين شوتس اوف ذا امبلمنتد كود. يعني الامبلمنتد كود اللي انت عملته خد له سكرين شوتس، اوكي، في الريبورت، وحطها في الريبورت. دي اول حاجه. تاني حاجه اوبزرفيشنز، او انت رايك ايه، او يعني ما اعرفش، يعني حط يعني put in your observations على الكود بتاعك والimplementation بتاعك. okay، then get a ROS compatible code for all the included programming exercises. يعني لازم تحط الكودز اللي انت كتبتها لكل ال programming exercises. okay، as in .cpp files. يعني انت من الاخر عشان تكتب كود انت هتضطر ان انت تعمل package. okay، ابعت الباكج دي مع الاساينمنت، تمام كده. زبط assignment report، وحط readme file، readme file دوت، تمام. بعد كده send الفايل ده للكورس تي اي، كورس تي اي اللي هو كورس تي اي تاني، يعني مش باشمهندس احمد صادق، لا، باشمهندس احمد خيري. اوكي، مش باشمهندس احمد صادق، باشمهندس احمد خيري اللي كان معانا في الاوربيتال قبل ما الكورس اتلغي. طيب ده كده بس introduction، يعني assignment هنعمل فيه ايه. تاني حاجه بقى نشوف بقى المسائل نفسها في assignment هي عباره عن ايه. اوكي، اول حاجه محتاجين ان احنا نرايت نود بتسبسكرايب للتوبيك ده، اوكي، اللي هو catbot joint، catbot joint state. لو احنا فاكرين joint state ده كان بيبقى published عليه ايه، كان published عليه الداتا بتاعت ال wheels، تمام، وكل ال joints basic، يعني كل ال joints اللي موجوده في ال في الروبوت بتاع. بس احنا اللي interested فيه هم ال joint states بتاعت ال wheels، صح؟ ناخد extract information from odometry from the wheel joint velocities، صح؟ انا عايز بقى ال velocities بتاعت ال joints دي. بعدين بريد publish them as nav messages odometry message، صح؟ يبقى انا من ال wheel joint velocities بستنتج ال odometry using ال equations بتاعت ال differential drive، صح؟ بعد كده بريد publish them as nav messages odometry on a topic named catbot odom، خلاص، تمام. بعد كده بين add visualization لأودومتري on rviz to visualize the odometry published on catbot odo، تمام، ماشي. طيب بعد كده بن write a node that subscribes to laser scan data. اوكي، دي اول مسألة احنا قلنا هنعمل فيها ايه. اول حاجة هنكتب node بتسبسكرايب للtopic ده. بعد كده بتاخد ال information بتاعت ال wheel joints، وخدوا بالكم ال wheel joints بس، تمام. I can publish them as nav messages odometry، صح؟ على topic اسمه ايه؟ catbot odo. السؤال التاني بقى بيقول ايه؟ write a node that subscribes to laser scan data، صح؟ يبقى انا كده subscribe لل laser scan data، اللي هو ال messages اللي بتبقى ال output بتاع sensor بتاع laser scanner، تمام؟ هجيب ال maximum في ال array of laser scan data، وبعد كده ه publish that on a separate topic as float 64. خلاص، يبقى انا هي subscribe لل topic بتاع laser scan، هجيب الماكسيمم بتاع الاري اللي هو بتاع الميجرمنتس، تمام، واحطه سيبريت توبيك از فلو 64. بريتي ايزي يعني، تمام. طيب بعد كده هرايت ا نود ذات سبسكرايبس تو اي ام يو داتا، اوكي،
يبقى احنا عندنا في احنا قلنا ان احنا مركبين اي ام يو في السنسور في الكات بوت بتاعنا صح، بنببلش الداتا بتاعته على توبيك اسمه سلاش كات بوت سلاش اي ام يو داتا صح. هسبسكرايب للتوبيك دوت وهاخد الاداه اللي هتيجي. اوكي شوف بقى ايه المسج ديت، المسج يعني المسج تايب بتاعها ازاي، انا اعرفه ازاي؟ انتوا فاكرين ان احنا بنستعمل ار او اس توبيك انفو صح، عشان نعرف الانفورميشن عن التوبيك دوت ايه المسج تايب اللي عليه. تمام ماشي، نعرف المسج تايب، بعد كده نشوف بقى ايه اللي جوه المسج ديت عن طريق ان احنا نستعمل الكوماند لاين اللي اسمه ايه ار او اس مسج شو. تمام حلو، بعد كده انتجريتد وذ تايم تو جيت ذا فيلوسيتي اند بوزيشن. يبقى انا يعني انا من الاخر من البتاع دوت انا عايز اطلع ايه، انا او النود دي المفروض انها سبسكرايب للتوبيك بتاع الكات بوت بتاع الكات بوت سبسكرايب للتوبيك بتاع الاي ام يو صح، تاخد الداتا تعمل انتجريشن وتطلع لي 3 انفورميشن او يعني انفورميشن عن 3 حاجات، الاكس والواي والثيتا والفيلوسيتيز اللي فيهم اللي هم الفي اكس والفي واي والدبليو اللي هي الانجلر فيلوسيتي بتاعت الثيتا. اوكي ده اللي احنا محتاجين النود دي تكون بتعمل. تمام السؤال الرابع بقى اللي هو يعني فاكس الحته دي كلها كده ماشي، ده بس شويه يعني انتدكشن للمساله. السؤال اكشلي بيجي من هنا، بيقول لك يوزنج ذا كينيماتكس ايكويشنز اوف ديفرنشال درايف اكسبلايند ان ليكتشر 4. تمام يبقى يوزنج الايكويشنز دي رايت ا كينيماتيك نود، رايت ا راست نود ماشي كولد كينيماتيك فور كات بوت ذات كالكوليتس اند ابديتس البوزيشن والاورينتيشن بتاعه الروبوت اللي هم الاكس والواي والثيتا جيفن ذا ديستانسز ترافلد باي ليفت اند رايت ويلز ريسبكتيفلي ان لاست سامبلينج بيريد. تمام بعد كده يوز ار فيز تو انيميت الموشن بتاعه الروبوت ذات از جنريتد فروم ذا كينيماتيك نود. يعني هي بيزيكلي السؤال دوت هو الفكره بتاعته ان انا بس يعني بقى انا فوق احنا قلنا ايه، فوق احنا جبنا الانفورميشن بتاعه الاودومتري دي صح، هنا بقى انا عايزك تجيبها تاني اوكي بس المره دي مش هتبلش على اساس انها اودومتري بقى، لا انا عايزك تانيميت الروبوت بيزد عليها. اوكي يعني ايه تانيميت الروبوت بيزد عليها؟ يعني هتبلش ترانسفورم باستعمال اللايبر اللي اسمها تي الباكج اللي اسمها تي اف. اوكي تي اف دي اللي هي بتعمله ايه؟ بتخليني ابلش ترانسفورمز ما بين لينكس. يعني شود look at these tutorials اللي هي tutorials اللي هي في فيديو توريال اهو. تمام دي يعني هتساعدكم كتير يعني اوكي على البيج اللي اسمها wiki.ros.org/tf/tutorials. تمام اوكي تمام، يبقى انا النود اللي انا هكتبها دي بتسبسكرايب لجوينت ستيتس عشان تاخد الليفت والرايت ويل ديستانسز ترافلد باي الاثنين دول. تمام وبعد كده بتيوز ارفز عشان تانيميت الموشن بتاعه الروبوت نفسه. خلاص يبقى احنا كده احنا قلنا ايه عشان انيميتها هن بابليش ترانسفورميشن او هن برودكاست ترانسفورميشن من البيز من بيز فوت برينت او البيز لينك بتاعه الروبوت بتاعنا للكات بوت او سوري للاودومتري فريم اللي هو ايه بقى الاودومتري فريم ده ده فريم اللي انا بريليت بيه للموشن بتاعه الروبوت عن طريق الاودومتري. تمام سو فار سو جود خلاص ده كده ايه بريفنج للاسايمنت. لو في اي حد قدامه اي مشاكل يجي يقول لي وان شاء الله بعد الديدلاين هنزل الحل بتاع الاسايمنت. اوكي okay.